شيء. الأسماء الحكام اللي اليوم أسماء حكام ظهرت على الساحة، يعني الساحة ظهرتهم، معروفين لدى الإعلام، معروفين لدى الناس. أنا أعرف زايد بن كاروز قبل لا أشوفه أتلاقى وياه، هو ما يعرفني، أنا أعرفه قبل لا أتلاقى وياه. يمكن هو يعرفني بحكم عملي بعد، بس ما تلاقى وياي شخصيا ما أعرفه. اليوم إذا هذا الولد اللي فاز أو هذا الشاب الشاعر اللي فاز بعد ما فاز هني استوى عنده طلب وبدأت الناس تطلبه على سبيل المثال، وبدأ يسوي له أمسيات لأن الريال فاز وباكر بتستوي نهاية مرحلة وبي بيفوز واحد منهم في نهاية المرحلة، المسابقة بتستوي قدام الناس، الله أعطاه الولد وفاز وياب شاعر المرحلة وخذ خذ المليون ولا خذ المكافأة اللي بتحصله وروح بلاده، صار الكويت أو صار عمان أو صار قطر ولا البحرين ولا تم في الإمارات، وقبل من معروف واشتهر هذا الولد، وفي موسم ثاني واشتهر وفي موسم ثالث واحد اشتهر غير، اشتهروا وأصبحوا يعني مثلا في الساحة وبدأت الناس تطلبهم، ومثل ما قلت لك شهرة، وبدأ يعطي زيادة وبدأ تطلع القريحة عنده على قد ما يعطي. تعرف يعني أنت يوم ترس أكثر خبرة وصقل خلاص يبدأ يعرف، بدل اللي يقول أعشقك يقول أحبك، صحيح؟ يعني في بعض الأشياء ترى ما يستوي أنت تقول في 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 القصيد في وايد أخطاء، يعني الواحد يقول كلام بس يكون الكلام غلط، ليش يقول شيء؟ مثل والله قال لك يحط مشاري بيحط في اللحية شوي يختلف، سوت عليها زوبعة، بينصقل أكثر بيقول قصيد أكثر، فبالتالي بيكون مشهور أكثر وبيكون متمكن أكثر، ومن الخبرة بيقبض من الخبرة ما يؤهله أن يدور حكم عندي، وأكيد ما بتردد في أن يحط حكم دورة. مثل اليولة هم دخلوا، ودامنك أنت تمشي نظام صح وشفافية عندك ما يهمك. اليوم اللي كان يحكم اللي تحكم عليه اليوم باكر هو يدور حكم، لأن أنت ما يهمك، أنت سيدة، أنت نظامك سيدة، ما عندك لا يعني لعبة، فأنت ما يهمك شل منك هو فاز يطلع، لأن يوم بي حكم بيشوف نفس النظام. حتى لو كان عنده شك في يوم من الأيام من الجماعة شوية غشوا وياي أو مثلا ما كانوا صادقين، وهو حق مشروع لأي واحد، خليه يشك فكر مثل ما هو، أنت لا تعطيه فرصة أن يفكر بأنك تحط كل شيء قدامه، صحيح؟ أعتقد أكثر بيثق فيك، بيتمكن فيك أكثر، وبتعزز فيه قوة سبيل، يحس أنه في يوم أن يوم فاز فاز بطل، ما فاز أي كلام، بيحس أنه طعم الفوز ماله حتى بيه أكثر عن مرة، عرفت شو قايل؟ فأنا أعتقد أن هذه تسلسلية تمشي وتعتبر من أنجح الأشياء اللي تستوي في البرامج.